امبارح مصر شافت اتنين من ابشع جرائم القتل اللي ممكن تحصل في التاريخ، وبطلت كل جريمه من دول بنتين اتحكم عليهم بالاعدام من اشخاص شافوا ان مش من حقهم انهم يترفضوا، فقرروا انهم ياخدوا روحهم ويقتلوهم بدم بارد، وكل ده باسم الحب. في مشهد بيخلينا نرجع نفتكر تاني اللي حصل لنيرة اشرف في وسط الشارع وهي داخله لجنه الامتحان قدام بوابه جامعه المنصوره. الحكاية بدأت بأن في شاب قرر أنه ينهي حياة خطيبته السابقة في مصر الجديدة بعد ما رفضت أنها تكمل معاه العلاقة وفسخت الخطوبة، فقرر أنه يضرب عليها نار في وسط الشارع وماتت قبل حتى ما توصل المستشفى. وقدرت قوات الأمن أنهم يقبضوا على المتهم وأخدوه للإسم عشان يحققوا معاه، وبينت التحريات الأولية لرجالة المباحث أن المجني عليها صاحبة الـ 24 سنة كانت مخطوبة للمتهم اللي عنده 26 سنة، وبعد ما فسخت الخطوبة قرر أنها مش هتبقى لأي حد غيره، فشاف أن موتها هو الحل الوحيد اللي هيخلصه من الإحساس ده. ومعداش كام ساعة وفجأة قوات الشرطة تتفاجأ بجريمة قتل جديدة مش مختلفة كتير عن الجريمة الأولى، لكن التفاصيل فيها شوية تغيرات، وهي إن جريمة القتل دي حصلت في حرم جامعة القاهرة. واحد ضرب نار على زميلته في الشغل وهي بتمارس يومها بشكل طبيعي، فقرر المتهم إنه يقف فجأة قدام مبنى رعاية الشباب بكلية الآثار داخل حرم الجامعة بمحافظة الجيزة، وطلع المسدس وضربها 6 طلقات. التحريات الأولية للمباحث قالت إن المتهم صاحب الـ 35 سنة واللي بيشتغل أخصائي رعاية الشباب بكلية رياض الأطفال بجامعة القاهرة، بعد ما ضربها بالنار هرب بسرعة بعربيته بعد ما ارتكب الجريمة. أما الضحية حاول زمايلها إنهم يسعفوها بأسرع وقت ونقلوها لمستشفى الطلبة، لكنها لفظت أنفاسها الأخيرة هناك. المتهم سبق واشتغل مع الضحية في المكان اللي بتشتغل فيه، لكن كان بينتقل من وقت للتاني لأماكن شغل مختلفة لسوء سلوكه، والتحقيقات أثبتت إن المتهم كان متقدم عشان يخطب المجني عليها واللي عندها 32 سنة، لكنها رفضته لسوء سلوكه، وسبق وحاول إن يولع في عربيتها قدام بيتها بدفع الانتقام. الحادثة دي رجعت الناس لجريمة قتل الطالبة نيرة أشرف على إيد حبيبها السابق محمد عادل قدام بوابة جامعة المنصورة في 20 يونيو 2022. القضية دي شغلت الشارع المصري والعربي والأحداث اللي حصلت فيها لفترة طويلة، وده لأن محمد عادل خلص على نيرة بطريقة بشعة ودبحها قدام الناس في الشارع عند سور الجامعة، وتعمل له محاكمة سريعة وصدر ضده حكم نهائي بالإعدام وتنفذ في 14 يونيو اللي فات. وبعد وقعت نيرة بفترة قليلة وتحديدا يوم 9 أغسطس 2022 حصلت حادثة مشابهة في مدينة الزقازيق في محافظة الشرقية، راح ضحيتها الطالبة سلمى بهجت اللي قرر زميلها إسلام محمد إنه يخلص عليها وضربها 17 طعنة في الشارع لأنها رفضت تتجوزه. وعلى طول النائب العام قرر إنه يحيله للمحكمة الجنائية العاجلة. وبعد أقل من 3 شهور على الوقعة دي حصلت جريمة جديدة راح ضحيتها طالبة جامعية في المنوفية وهي أمينة عبد الكريم، لما قرر شاب اسمه أحمد فتحي إنه يخلص عليها لأنها رفضت إنها تتخطب له، فشاف إنه لازم يموتها وضرب عليها النار وهي ماشية في الشارع بقرية طوخ طنبشة.